السلام عليكم. ضج المخلوع صالح بسيطرة الميليشيا وضج الحوثي بقتلاه، خطاب وآخر مضاد بين زعماء الانقلاب، وذلك عقب التصعيد الإعلامي على خلفية دعوة حزب المخلوع لتظاهرة في 24 من الشهر الجاري في 70 العاصمة. ميدان 70 المختطف، أحد معالم جمهورية سبتمبر، الذي أصبح هو الآخر المكان الذي يجري حوله الجدل بين حملة أنا نازل لمؤتمر المخلوع وتجمعات حوثية يقال إنها ستتمركز في مداخل صنعاء، وما من هدف بين لها سوى إجهاض جمهرة المخلوع. فما حقيقة الخلاف بين مؤتمر المخلوع وميليشيا الحوثي؟ وهل ستكون نهاية العسكري الخائن للجمهورية على يد الإماميين الجدد؟ سؤال ربما هو الحاضر الأبرز في اللحظة الراهنة لدى المتابعين للجدل الإعلامي الدائر بين أطراف التحالف الانقلابي بصنعاء. يشكك آخرون من احتمالية وقوع صدامات بين المؤتمر وميليشيات الحوثي، باعتبار أن المصالح التي لا تزال هي المظلة الكبيرة لهم والتي تتجاوز كل التباينات. إلا أن الوقائع تؤكد أن الحزب الذي كان غطاء سياسيا لجماعة عنصرية انقلابية بات اليوم في عنق الزجاجة، أو في عنق الدجاجة، بناء على توصيف زعيم الميليشيا الحوثية الذي أشار إلى أن مؤتمر صالح يضع رجلا بالداخل وأخرى بالخارج. بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي حلقة اليوم هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام. نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نعود للبدء بالنقاش. بعيد أبعد من عين الشمس. مجددا تدخل صنعاء مربع الشد والجذب وتتصاعد حدة الخطاب بين الأخوة الأعداء، لكن هذه المرة بين أطراف حولت الدولة إلى أنقاض والجمهورية إلى حلم والعاصمة صنعاء إلى معتقل كبير. ليش البعض بيجي يحسب نفسه أنه ضد العدوان وبيتكلم فينا نفس الكلمات والمصطلحات والعبارات في وسائل إعلامه التي ترددها قوى العدوان؟ ما عاد بنتدري منه هذا قائل هذا الكلام. هذا الكلام بتسمعه يردد في صنعاء ويردد في الرياض. ليش؟ خطاب حاد وآخر مضاد له، وصخب إعلامي ينذر بأيام عصيبة قد تشهدها العاصمة المحكومة بقانون القهر وشريعة المستبد بسبب اختصام العصابات وفقدان الدولة. لا يزال ميدان 70 قبلة حشود المخلوع، ولا تزال الخدوش تملأ وجه الزعيم المخلوع في اللافتات على الشوارع. فحملة أنا نازل كما يبدو أنها لم ترق لمجاميع الميليشيا، فمزقت شعاراتها في شوارع المدينة وباتت تحشد مجاميعها المسلحة في مداخل العاصمة، وما من هدف لها سوى إجهاض جمهرة المخلوع. هذا الدعوة إلى حك في الصباحة في شارع المياه، ليش؟ لمنع المتوافدين من المحافظات والمديريات. تتكرر الأحداث ويشهد مؤتمر المخلوع ثمن خذلان الجمهورية وثورة الشباب، وهو يستجدي تظاهرة سلمية ووذاته الذي أخرج مسلحيه للتصدي لها وصوت لقانون الطوارئ ضد تظاهرات ثورة 11 من فبراير. أصبح اليوم يطالب بحق النزول في الميدان، ويطالب بحق فرط به كما فرط في بلد بأكمله، فيما لم تخرج ميليشيات الحوثي من عقليتها العسكرية في خنق العاصمة، وهو الأسلوب ذاته التي خنقت به صنعاء إبان الانقلاب تحت مسمى إسقاط الجرعة. سواء اتفق طرفا الانقلاب أو اختلفا، فبينهما تحضر الحسابات والمصالح والمطامع ويغيب الوطن. وبالتزامن مع تصاعد الخطاب بين طرفي الانقلاب ولكل حساباته ومآربه، تبقى حاجة اليمنيين ملحة للخبز والدواء والسلام، إلا أن أي من هذا يبدو غائبا وبعيدا عن أجندة الطرفين. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد بالترحيب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي أستاذ نبيل البكيري. أهلا بك مجددا أستاذ نبيل. دعنا نبدأ بكيف تتابع تصاعد الخطاب الإعلامي بين عبد الملك الحوثي والمخلوع صالح. بداية، أنا باعتقادي مثل هذه الخطابات المتشنجة والخطاب المضاد هو شيء طبيعي، وهو نتيجة طبيعية مآل علاقة غير طبيعية نشأت مع الانقلاب في 21 سبتمبر 2014، وبالتالي تلك العلاقة الغير سوية والعلاقة غير الشرعية بالمنظور الدستوري والقانوني هي التي أوصلت طرفي الانقلاب لهذه المرحلة، لأنه انقلاب قام على أساس إجهاض الدولة ومؤسساتها والعودة باليمنيين إلى ما قبل الدولة، وبالتالي يعني عصابة انقسمت حول تقاسم الفيدة الذي
ذلك الفيد الذي هو عبارة عن مؤسسات الدولة مقدراتها التي تم نهبها وتدميرها، وأيضا مقدرات المواطنين وأموالهم ومستحقاتهم من رواتب وما إلى ذلك، وأيضا وحاجيات الناس العادية من أمن وأمان واستقرار وكهرباء، ويعني كل ما يتعلق. اليوم يتم الخصومة حول هذه يعني حول سرقة مقدرات الناس وإمكانياتهم وطاقاتهم وحقوقهم، وبالتالي حينما يختلفون أو يختلف طرفا الانقلاب فليس معنى ذلك أنهم سيذهبون لتصعيد أكثر من هذا. هناك خلاف لا شك، لكن هذا الخلاف محكوم بذهنية التشكل الأولى لهذا الانقلاب. الانقلاب هو انقلاب بخلفية مذهبية قهوية طائفية، له حدود لمدى هذا الانقلاب أو الخطوط الحمراء التي موضوعة أمام هذا الانقلاب، لا يذهبون لاقتتال، لأنهم يدركون أيضا إنه هذا الانقلاب أو هذا التحالف الذي شكل هذا الانقلاب هو أيضا له هدف جوهري من هذا الانقلاب، وهو إسقاط الدولة واستمرار وهم الهيمنة التاريخية على اليمن وعلى شواطئها وعلى مدنها وعلى مقدراتها وخيراتها. وبالتالي الخلاف اليوم الحاصل في صنعاء هو أيضا، لا نغفل أيضا إنه خلاف يعني ذو بعد خارجي موجود وذو بعد داخلي. البعد الخارجي أنا باعتقادي هو جزء من الرسالة التي يراد توصيلها المجتمع الدولي، إنه لا زال هناك طرف قادر على أن يحسم عسكريا أو على أن يمتلك مفاتيح العملية السياسية في سلطة الأمر الواقع الانقلابية، وبالتالي هذه رسالة للخارج بأن يتعاطى مع هذا الجانب، وهو هذا الجانب هو الذي سيختبر في حقيقة هذه المواجهة. من في الخارج؟ هناك أطراف لا زالت في التحالف العربي تراهن كثيراً على مسألة أنه يوجد عميل أو بمعنى آخر يوجد وكيل لها في صنعاء وفي اليمن تحديداً. أيضاً العامل الآخر لهذا الخلاف هو عامل داخلي، وهو ما ذكرته سابقاً، هو خلاف بين لصين سطى على كنز ثمين، هذا الكنز هي الدولة ومقدراتها ومؤسساتها، وحينما عادوا من عملية الفيد اقتسموا واختلفوا على نسبة كل أو حصة كل طرف من الطرف الآخر. هذا الذي يحصل اليوم في صنعاء تحديدا، خلاف على مؤسسات الدولة، على الوظيفة العامة، على كل ما يتعلق بموارد الدولة التي اليوم يتم نهبها وتسخيرها كمجهود حربي، وأيضا تسخيرها لأسر معينة وجماعات معينة في إطار شركاء الانقلاب أنفسهم. طيب إذا ما تحدثنا عن اختلافات هذا التحالف كما بيّنت أن يعني له أسباب لوجوده، لماذا الآن باتت هناك خلافات، أو لماذا صعدت هذه الخلافات بشكل ربما متواتر أكثر مما من أي وقت مضى؟ المدرك الأهم في هذه المرحلة أو توقيت هذا الخلاف إنه هناك رسائل أتت مؤخرا، وهي رسائل عن إمكانية العودة إلى المسار السياسي للحل في اليمن. المسار السياسي للحل في اليمن في الداخل يحكم من قبل طرفين أو شركاء الانقلاب، طرفاء الانقلاب. هذان الطرفان كل طرف يريد أن يقدم نفسه كشريك رئيسي أو كوكيل رئيسي لمردودات أو لمآلات العملية السياسية، وبالتالي برزت عقدة الاختلاف هنا، حيث أن كل طرف يريد أن يقدم نفسه هو المسؤول الأول والأخير، وبمعنى الآخر هو المؤهل لإدارة أي عملية سياسية قادمة أو أي صفقة سياسية أو تسوية سياسية. وبالتالي برز عامل الاختلاف على السطح وبقوة، بالنظر لأن هناك أطراف أيضا دولية أو في التحالف العربي تدعم هذا الاتجاه إلى حد ما، أنه تريد أن يكون لها يد فيما يتعلق بالعملية السياسية، أو بمعنى آخر أن يكون هناك طرف أقوى في الصف الانقلابي ممكن التعاطي معه والتعامل معه، وبالتالي هم يرشحون أيضا بدرجة رئيسية جناح علي عبد الله صالح في الانقلاب، بالنظر إلى العلاقات السابقة وبالنظر أيضا إلى أنهم يريدون يتعاطوا معه، بالنظر متغيرات كثيرة منها ما يتعلق باستثمارات كبيرة في الخليج وأيضا علاقات سابقة، يعني وينظرون إلى جماعة الحوثي على أنها جماعة تشكل امتدادا جذريا وحقيقيا للمصالح الإيرانية. طيب في اليمن، يعني عندما نتحدث عن وجهة نظر خارجية مثل هكذا، هل الأمر بالنسبة لصالح مثلا أو للحوثيين من جهة أخرى هو أمر يعني أيضا بذات المصالح؟ هل لدى طرف صالح في المؤتمر الشعبي العام وبالمقابل طرف الحوثيين أي فائدة من إحداث اختراق خارجي لهم بداخل هذا الوضع؟ لا شك أن أحد الأطراف يعول كثيرا على هذا الاختراق، ويرى هذا الاختراق بمثابة طوق نجاة فيما يتعلق بتسويق
هذا الطرف لدى المجتمع الدولي على أنه مجتمع، على أنه طرف ممكن التعاطي معه سياسيا، ممكن أن يكون ضمن الصفقة السياسية، ممكن أن أيضا أن يرشح لي فيما يتعلق بوهم ما يسمى بمحاربة الإرهاب. كل هذه المسميات بالأخير يتم التعويل عليها كثيرا من قبل هذا الطرف الذي يرى نفسه أحق بالتسوية أو أحق أن يكون ممثلا في أي تسوية سياسية قادمة. طيب عندما نتحدث عن تحالف الحوثيين وصالح، هل هو تحالف متساوي؟ كل يعني كل جهة منهم لديها الإمكانات العسكرية ولديها العقلية السياسية في إطارها، أم أنهم يعني يتحالفون لتغطية ما لدى الآخر من جوانب نقص؟ صحيح قد تغيب إحصائيات دقيقة حول ميزان القوى على الأرض، لكن معطيات سنتين أو عامان ونصف من المعركة باعتقادي أنهم يعني كتقدير أولي أو كتقدير أو كوجهة نظر أراها من خلال كثير من المعطيات التي نراها على صعيد الأحداث في اليمن، أنه بدأت جماعة الحوثي صغيرة في الانقلاب ولكنها على امتداد عامين كبرت أكبر مما كانت من قبل. أيضا على العكس من ذلك تماما، صالح وإمكانياته ومقدراته وأيضا أياديه التي كانت في مؤسسة الجيش يعني غدت في بداية الأمر كانت كبيرة، وهي التي سهلت في اقتحام العاصمة وسلمت مقدرات الدولة، وهي التي كانت بمثابة اليد الأولى لإنجاح الانقلاب في 21 سبتمبر 2014. لكن مع مضي الأيام انقلبت المعادلة وأصبح الطرف الأقوى عسكريا هي جماعة الحوثي، لأنها جماعة استحوذت على كل الإمكانيات والقدرات. صحيح هناك لا زال يمتلك علي عبد الله صالح إمكانيات عسكرية، لكن الإمكانيات العسكرية في هذا مقارنة بالجماعة الحوثية، أنا باعتقادي أن جماعة الحوثية استطاعوا أن يكسروا معادلة القوة فيما يتعلق بطرفي الانقلاب لصالحهم على عكس علي عبد الله صالح. سياسيا علي عبد الله صالح هو الأقدر في التعاطي السياسي، وهو الأقدر على أن يتعاطى سياسيا بدرجة رئيسية مع الخارج ومع الداخل ومع كل الرسائل التي يرسلها هنا هناك، على عكس جماعة الحوثي جماعة يعني ديماغوجية تمارس السياسة من منظور العنف، وبالتالي من يمارس السياسة من منظور العنف هو الخاسر الأكبر في ميدان السياسة، على عكس علي عبد الله صالح فيما يتعلق بالمنظور السياسي. نعم. هو رمى بكل ثقله في هذا الانقلاب، لكنه الآن يتبرأ مما حصل ويحمل جماعة الحوثي كل وزر ما حدث في المرحلة السابقة، وبالتالي شعبيا تكاد تكون محروقة جماعة الحوثي أمام الصورة التي بدأت يعني مؤخرا يعني تلقي بعض يعني الثقة بالمؤتمر وإمكانية أنه حزب سياسي وأنه أخطأ في التقدير. يعني هذه أنا باعتقادي في الميزان السياسي أنه سياسيا جماعة الصالح أقوى من الحوثيين على عكس عسكريا تماما الحوثيين. طيب دعنا نشك معنا أستاذ نبيل في الحوار القيادي في المؤتمر محمد علاو الذي ينضم لنا عبر الهاتف من نيويورك. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن كيف تتابع التصعيد الإعلامي بين المؤتمر جناح صالح والحوثيين؟ شكرا لكم لاستضافتنا، وفي البداية أتمنى أن تعطيني الوقت الكافي لكي أوضح كل ما لدي من بدون مقاطعة أو من هذا القبيل. عموما المؤتمر الشعبي العام ما فيش جناح صالح وجناح هادي. المؤتمر الشعبي العام معروف أنه الذي داخل صنعاء، الرئيس والمؤسس علي عبد الله صالح، وأتمنى أن نلتزم هذا الطرح الإعلامي لأنه حتى نستطيع أن نظل نجاري. هذا أولا. ثانيا، ما يحصل في صنعاء يعني هو نتيجة أو تراكمات كثيرة وصل إلى هذا الوضع. بالنسبة لي أنا أقرأها من وجهة نظري قراءة أعمق وأشمل، لأنه الشعب اليمني ربما الشعب الوحيد في العالم العربي الذي جرب تياري الإسلام السياسي بشقيه، السني وهو الإخوان والشيعي وهم الحوثيين، وسقطوا سقوط مريع. أنا هكذا وجهة نظري وقراءتي للموقف، لأنه أنت تكون معه فأنت حبيب، وإن لم تكن فأنت إبليس الرجيم أو يتم شيطنتك. في الحقيقة الشعب اليمني مدرسة، ومن يعتقد بأنه صالح قوته ليس من الحرس الجمهوري ولا من مكائن الجيش والصواريخ والأسلحة، صالح قوته أنه قريب من الشعب والشعب يفهمه وهو يفهم الشعب جيدا.
وبالتالي فلم يكن يوما متكئا على قوات الحرس والجيش والكذا. وفي الحقيقة لو راجعنا قليلا في الضيف الكريم فقط سمعت آخر تحليله أنه يقول أنه صالح من سلم لهم يا سيدي الكريم من التقاهم إلى عمران وقال عادة عمران الأحضان الدولة وبجواره محمد حسن حسين الأكوع اللي هو الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح يصفق ومحمد السعدي الاثنين أمناء عموم مساعدين للإصلاح. من لا نحرف الحقائق والتاريخ لازال ماثل أمام الجميع ولا يستطيع أحد أن يزيف التاريخ. هناك وقائع فرضت على الجميع وصالح والمؤتمر تعاملوا مع أمر واقع داخل صنعاء الحوثيين. وبالتالي بدلا أن كنا نقرأ عن الإمامة وسلبياتها ومشاكلها فعلا استطاع أنه يعيش الشعب ثلاث سنوات عشنا الإمامة واقعا ملموسا بكل مساوئها. طيب أستاذ محمد لأننا حصلنا الألف سنة للتاريخ. طيب أستاذ محمد الآن بعد ما أحب أن نعم بعد ما عشت يعني بعد ما عشتم الإمامة بهذا الشكل وعرفتم نتائجها هل بات الآن الفروق واضحة ما بين والاختلافات واضحة ما بين المؤتمر كما تحب أن تسميه وما بين ميليشيات الحوثي أيضا؟ في كل الأحوال الفروق واضحة. أنا لو رجعت إلى تاريخ دخولهم صنعاء وإعلانهم الإعلان الدستوري ما سموه إعلان دستوري بين قوسين المؤتمر يعني بيانه واضح بأنه هذا اعتداء على الدستور وانقلاب في أول لحظة. لم يدهن المؤتمر موجودة بيانات المؤتمر الشعبي العام ولم يشارك مع الحوثيين إلا بعد أن تراجعوا وعادوا للعمل بالدستور وألغوا اللجنة الثورية وإن شكلا لأنها لم تلغى ظل محمد الحوثي يمارسها بشكل مبطن. لكن في كل الأحوال هذه تراكمات أوصلتنا إلى هذه المرحلة وهم في كل الأحوال يا سيدي هم خريجين الساحات وهم زملاء السادة الإخوان الذين تفرقوا في البلدان لأنهم هؤلاء كلهم خريجين مدرسة واحدة من ساحة الجامعة ونعتبرهم أنهم وجهين لعملة واحدة الإسلام السياسي هم شقين. وبالتالي كان سواء كانوا هؤلاء أو هؤلاء هم يمارسون نفس المهام وهم يعتبروا أنفسهم وكلاء عن الله وما على البشرية إلا أن تطيع. فما حصل للحوثي اليوم أمر متوقع. طيب. ولا يمكن أن يخضع الشعب اليمني مهما مرت به من ظروف لا للاستعباد ولا لا لأنصار الإمامة ولا لأنصار الخلافة. الشعب اليمني اليوم في القرن 21 وتربى من بعد ثورة سبتمبر هناك 4 أو 5 أجيال. يعني يفهم من كلامك أستاذ محمد أستاذ محمد أن هناك يعني وجهة نظر قوية في المؤتمر أن هناك محاولة لمقاومة الحوثيين الانقلابيين كما تصفهم أنت يعني مع أن يعني المجلس السياسي الذي يعني تكون هو تكون بعد ما وصفته بانقلاب أنت ولا أعرف كيف تم ذلك لكن هل هناك إرادة لمقاومة الآن للحوثيين بالنسبة لكم؟ يا أخي الحبيب أنا لم أصفهم ولكن أمس محمد عبد السلام يستعرض أمام من سماهم عقلاء اليمن أنه مراحل هزيمة أمام في المفاوضات ويقول بأنه وقع على قرار 2022-16 القرار الأممي اللي هو قرار مجلس الأمن والذي يصفهم يعني بانقلاب وأنه يسلم عليهم أن يسلم السلطة إلى عبد الرب المنصور هادي. يعني هو اللي وصف نفسه هو اللي وصف الأنصار الحوثيين طيب بانهم انقلابيين. وبالتالي انا وضحت النقطه وصفه. طيب استاذ محمد وضحت النقطه ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ محمد. استاذ نبيل اذا هناك الكثير من الكتاب من يتحمس يعني هم اعلاميين ايضا حتى مؤتمريين ايضا يقولون انه يجب ان تدعمونا حفاظا على الجمهوريه ولمواجهه الاماميين. كيف تعلق على مثل هذا الخطاب وعلى ما تفضل به الأستاذ؟ الجمهورية التي أسقطت في 21 سبتمبر لم يسقطها الحوثيون بمفردهم، أسقطها ما يسمى بالحرس الجمهوري الذي ضرب الفرقة الأولى مدرع والذي ضرب وسلم كثير مؤسسات الدولة وسلم وزارة الدفاع وسلم كثير من المؤسسات العسكرية تم استلام وتسليم فيها استلام الحرس الجمهوري الميليشيات، بل في بعض منها تم خلع الميري ولبس لباس القبائل التي اجتاحت صنعاء. يعني نحن أمام ذاكرة طرية لا تزال الأحداث نشاهدها حتى هذه المرحلة حتى هذه اللحظة. وبالتالي اليوم أيضا الحديث على أنهم يعني الذين اشتركوا في تدمير أو في يعني الحوثيين كانوا في الساحة وهم
الحوثيين حينما كانوا في الساحة كانوا سلميا أتوا إلى هذه الساحات كغيرهم من الذين ثاروا، لأنها كانت ثورة شعبية عارمة انضم إليها كل الناس، وبالتالي ليس بإمكانك أن تصنف الناس أو أن تقبل ثوريتهم من عدم ثوريتهم وتفحص في جيناتهم بماذا يفكرون ويخططون. الحوثيين تحولوا إلى لغم في الساحات حينما بدأت العلاقة مع المؤتمر الشعبي العام، وبات هناك خطة واضحة للسيطرة والانقلاب على الشرعية وعودة مجال والقضاء على العملية السياسية في اليمن والقضاء على التحول السياسي اللي كان الانتقال السياسي الذي كنا على وشك الذهاب إليه من خلال مؤتمر الحوار الوطني. بالتالي لا يمكن الركون إلى هذا الطرح الآن. الآن حينما يأتي المؤتمر الشعبي العام ويقدم نفسه على أنه حامل حمى، المؤتمر الشعبي العام أنا أقول لك أنا هو الجزء الرئيسي والمركزي في الانقلاب، لولا المؤتمر الشعبي العام لما نزل لما تعدى الحوثيون أسوار صنعاء ولما استطاعوا أن يدخلوا صنعاء، فما بالك أن يذهبوا إلى سواحل عدن. كل القواعد الشعبية المؤتمر الشعبي العام شاركت في هذا الانقلاب واستقبلت الحوثيين في كل العواصم من ذمار إلى إب إلى تعز إلى عدن إلى كل المناطق التي وصلت إليها هذه الميليشيات، أو بمعنى آخر وصلت إليه قوات الحرس الجمهوري تحت شعار الصرخة الحوثية. نحن لا يمكن استغفالنا بمثل هذه البكائيات اليوم. الحوثي الجمهوريون أو المؤتمريون إذا كانوا جمهوريون اليوم فليعلنوها صراحة، أما أن يبحثوا عن يعني مخرج لهم في هذه الأزمة حينما تم دعسهم وإهانتهم وتنكيلهم وطردهم من مؤسسات الدولة التي كانوا ينهبونها وكانوا يديرونها، اليوم يبحثون عن منقذ. المنقذ الوحيد هو قتال جماعة الحوثي، قتال الإمامة والذهاب إلى ميدان المعركة والانضمام إلى الصف الجمهوري في هذه المعركة. هذه المعركة اليوم معركة إمامة وجمهورية، ليست معركة غير هذا، يعني لا يوجد توصيف آخر غير هذا التوصيف. فإذا كان المؤتمريون صادقون في هذه المرحلة فعليهم الانضمام إلى معسكر الجمهورية ومعسكر المقاومة الشعبية لمقاومة هذه الإمامة. طيب من هذه النقطة أستاذ محمد أنتقل يعني إليك، لماذا لا يقاتل المؤتمريون وهم يدافعون عن الجمهورية كما تتفضل أنت؟ لماذا لا يقاتلون الإماميين بعد 3 سنوات من تجربة ما أذاقته وأعادته الإمامة كما تفضلت بالقول لليمنيين؟ يا أخي الكريم، أولا يعني توزيع صكوك الوطنية والجمهورية والما جمهورية، ما يعني أعتقد أنه من ظل في بلده وقاوم بكل الوسائل أي تصنيف سواء إمامي أو ما إمامي، ذلك هو الوطني الحق. نحن جميعا نتحدث من الخارج الآن أستاذ محمد. لن تكون السعودية جمهورية أكثر من اليمنيين. أنا أتمنى أن تصل الفكرة إلى الأخ المداخل عندك في الاستوديو. ثانيا، أنا عندما لم زايد عندما على بعضنا لأننا نعرف والذاكرة لا زالت قوية وشاهدة على كل الأحداث، أنا كنت في نيويورك عندما أسأل الأستاذ عبدالتربة والعميد عبدالتربة لوزير الداخلية بعد ما خرج من صنعاء بعد اللي حصل في صنعاء أحداث 21 سبتمبر، وقالها بالفم المليان أمام الجالية ونحن موجودين جميعا، قال أنه إيش اللي حصل، يسألوه إيش اللي حصل بالضبط يا دكتور عبد، إيش اللي حصل بالضبط أنت وزير الداخلية؟ نعم. قالت بصريح العبارة الدولة لم تكن تريد أن تقاتل الدولة. والآن المؤتمر في الداخل هل سيقاتل الحوثيين أو الإمامين أم لا؟ لحظة أستاذ، لحظة، أعطني الوقت الكافي لكي تفضل أوصل فكرتي. الدولة لم تكن تريد أن تقاتل، يعني عبد رب منصور سلم الدولة، عبد رب منصور والإصلاح الذين كانوا يحكموا الدولة واستقبلوه إلى عمران بعادة الأحضان الوطن، ولم يترحموا على حميد القشيبي بعد ما قتله بيوم واحد فقط. فماذا تريدني أن أقول وتزيد زايد عليها بالجمهورية؟ نحن نتحدث عن الآن، لا نتحدث عن قبل 3 سنوات أستاذ اليوم محمد. اليوم يعني بغض النظر على أن الحكومة اليوم كانت أغلبية اليوم مؤتمرية فيها، لكن نتحدث الآن عن الآن بعد 3 سنوات من التجربة التي أنت وصفتها بالإمامية، هل سيقاوم المؤتمريين الإمامين أم لا؟ الآن في كل الأحوال هناك تيارين داخل الحركة الحوثية أنا أعرفها جيدا، التيار الإيراني والتيار اليمني. التيار الإيراني استطاع يعني في هذه الفترة أن يسيطر على قرار الحركة وأن يبعد التيار اليمني في إطار الحركة، والذي يستطيع أن يصل مع الناس إلى تفاوض وإلى حلول. نتمنى، لا نتمنى إرهاق إزهاق الدماء، نتمنى حل شامل للأزمة اليمنية بما فيها حل مشكلة الحوثيين، لا نتمنى الإبادة لأنهم جزء من الشعب اليمني ولا نستطيع أن ننكره،
ومن يقول بأنه خذوا بناتكم علنوا الجمهورية، إحنا جمهوريين ولا يمكن. المؤتمر هو 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 الرهان الأخير للجمهورية داخل اليمن، ولا يمكن أن نسمح للحوثي ولا الغير الحوثي أن يسقط الجمهورية. عليك أن تفهم هكذا، وأنه من يوهمك أو أنه العدوان السعودي لا زال يقصف الناس جميعا، وبالتالي هذا التيار الإيراني ربما بظروف إقليمية معينة أو لمصلحة إقليمية معينة يدفع الناس للاقتتال لاقتضاء مثلا المصالح أو كذا بين إيران وقطر وما إلى ذلك. نحن يعني نعتقد أنه بعد الحاصل اليوم أو التصعيد الذي حصل اليوم هناك وساطات جدية لإبعاد أسباب التوتر، ومنها سحب التيار الإيراني الذي يتمثل بمحمد علي الحوثي وعمه عبد الكريم من صنعاء والمشرفين، وهذا إنجاز لا بأس به نعتبره. أنا بالنسبة لي إذا أرادوا حلول المشكلة ما لم فإن يوم 24 أغسطس هو ثورة لاستعادة الجمهورية، ولن يقبل الشعب اليمني أصلا ببقاء هؤلاء أنه يكون مشرف وكلهم من صعدة وكأن الشعب اليمني غير موجود. المشكلة حقيقية وموجودة، والمؤتمر يتعامل وفق أمر واقع بتدرج، لا يعني أشكرك. يساير الموجة الشعبية. أشكرك إذن القيادي المؤتمري محمد علاو، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. إذن يتحدث عن ثورة في يعني الأيام القادمة بالنسبة للمؤتمر الإماميين، هل هذا ما سيحصل أستاذ نبيل؟ لا أعتقد أنه سيحصل أي شيء من هذا القبيل. هو متحمس لأنه خارج إطار المسؤولية الحقيقية، لا يواجه، وبالتالي من حقه أن يصرح، وسقفه عالي محمد علاو باعتباره قيادي حوثي مؤتمري خارج العاصمة، يعني سقفه مرفوع جدا. لكن في حقيقة الأمر في الداخل أنا باعتقادي لن تذهب الأمور إلى مواجهة مسلحة. نحن كما قلت وكما وصفت يعني طبيعة هذا الانقلاب، الخلفية الذهنية المذهبية والطائفية لهذا الانقلاب ستمنع الذهاب إلى أي اقتتال مهما كان. وبالتالي هو اليوم يقول أنه هناك وساطات وأنه تم استبعاد بعض القيادات الحوثية. يعني القصة باختصار هو خلاف على يعني على توزيع الأدوار وتوزيع أيضا الموارد التي يأخذها تم نهبها اليوم. يعني علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع الآن يتحدث مثلا في خطابه اليوم حول أنه يعني تم تجريف كل موارد الدولة، تحدث على أنه ما يأتي للجمارك والضرائب وكلها تذهب إلى 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 بند المشرفين أو إلى يد المشرفين، ولا تذهب إلى مؤسسات الدولة التي يفترض بها أن تعيدها إلى كرواتب. يعني نحن أمام خلاف حقيقي حول مسألة توزيع هذه المخصصات المالية وتوزيع هذه، أما أن يذهب الطرفان إلى اقتتال أنا أستبعد ذلك حتى الآن. طيب دعنا نكمل الحوار أستاذ نبيل، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام تفضلوا بالبقاء. الأهداف والمطالب محددة وواضحة، إسقاط الجرعة ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء. لا يبالون بأن يجوع الناس، بأن يعانوا، بأن يتعبوا، بأن يمرضوا. شردنا من بيوتنا، شردوا يعلنا، شردوا ربي، لا سمحة ولا سمع ولا. هذا هو أمر طبيعي أن نقول للظالم لا، أن نقول أوقفوا الجرعة، أن نقول ارحلوا، أنتم لم تقدموا شيء لهذا البلد. سنعمل من أجل خدمة المواطن مهما كانت الظروف وكيفما كان. لم يبق خبث فيه إلا طالها، ماذا تبقى في يديه حيالها؟ ذاك الذي ليس جديدا قبحه، حمل الجرائم كلها وأتى لها، وهو الذي يدري بأن عبوره لا لن يكون بقتله أطفالها. أطفالنا ليسوا حصون تعزنا، أفلا أزحت إن استطعت جبالها؟ يا أنت يا من لست شيئا، إنها لا شيء يعلو أهلها فينالها. من جردتك من المنام؟ وإن غفوت فزعت حين رأيتها ورجالها. من زعمتك ويوم شاءت أسقطتك، وليس رأسك ميتا إلا لها.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما وجدت ترحيب بضيفي هنا الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، إذن يعني بعض الشباب وحتى صانعي رأي ربما يكونون بداخل جبهة الشرعية اليمنية يقولون أن إذا كان صالح سيخلص اليمنيين من الحوثيين فهم معه، على الأقل يقولون أن المؤتمر حزب وليس ميليشيا طائفية. هل هذا الحديث في سياق ما جرى خلال الأعوام القليلة الماضية هو حديث مقبول أو حديث منطقي في سياق ما يتم؟ أين المنطق مثل هذا الطرح؟ هذا طرح سطحي واستغبائي واستحماري للناس، استحمار للمشاهد واستحمار للناس جميعا حينما تتحدث وتفاضل تصل لمرحلة التفضيل أو التفاضل بين ميليشيتين. الفارق الوحيد بينها أن هذه ميليشيا دينية وهذه ميليشيا مسلحة عسكرية. يعني المؤتمر الشعبي العام إلى ما قبل 21 سبتمبر كنت أعتبره حزبا سياسيا بغض النظر عن خلافنا الكبير والمرير والطويل من 2011 إلى 2014 مع هذا الحزب الذي يعني تحول فيما مضى إلى مجرد رافعة لدكتاتور يعني ومستبد، حاول من خلال هذا الحزب أن يلعب دور حزبا طليعيا وحزبا حاكما وما إلى ذلك. لكن في حقيقة الأمر تحول هذا الحزب، تحول بعد ذلك حينما سمح بإسقاط الجمهورية وإسقاط الدولة والنظام والقانون وإسقاط اليمن وبيعها في سوق النخاسة، تحول إلى ميليشيا لا يختلف كثيرا عن ميليشيات الحوثي، إلا هم إلا في المدد أو في الخلفية الذهنية له باعتباره جماعة مسلحة قبلية ترتكز إلى بعد جغرافي أو بعد طائفي مخفف من الأيديولوجية الموجود لدى جماعة الحوثي. المؤتمر اليوم هو الجزء الرئيسي في عملية الانقلاب. هذا المؤتمر الذي تمدد بفضله الانقلاب للمناطق في خارج إطار الخلفية والذهنية الزيدية في مناطق كأب والحديدة وتعز والجنوب، لم تستطيع هذه الميليشيات أن تتواجد إلا من خلال إرداء المؤتمر الشعبي العام. وبالتالي اليوم حينما تتحدث على أن هذه الجماعة أو هذا الحزب ممكن له أن يواجه جماعة الحوثي، أنا باعتقادي هذا استغباء في الطرح. يختلفون ويتخاصمون ولكنهم يتفقون في نقطة جوهرية، أنهم لن يذهبوا إلى الاقتتال، لأنهم يدركون جيدا أن الاقتتال يعني انتهاء هذين الحليفين وانتهاء هذين الجماعتين. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم حينما يذكر البعض أو يذهب البعض للحديث على أنه سيقف مع صالح ضد الحوثي، أنا باعتقادي هذا نوع من الأحلام التي لا يمكن لها أن تتحقق أصلا، وفيها نوع من السطحية بمكان. أنا باعتقادي أنه يعني ما الذي أسقط الجمهورية بقدر ما كانت الميليشيات هي الشعار المرفوع، لكن في حقيقة الأمر الجذر لهذا الانقلاب كانت هي جماعة صالح، وكان تفكير صالح وشيطنته وإمكانياته الكبيرة التي أسقطت الجمهورية. وبالتالي من المعيب جدا أن تنتظر من أساهم في هذا الانقلاب وأسقط الجمهورية أن يستعيد الجمهورية، حتى ولو لم يبقى، لو يفنى اليمنيون عن بكرة أبيهم لا يمكن أن ننتظر واحد أسهم في إسقاط الجمهورية أن يستعيدها. هذا نوع من السطحية ومن الاستغباء والاستحمار لليمنيين في هذه المرحلة. طيب أستاذ نبيل، دعنا نشرك معنا في الحوار الصحفي الأستاذ همدان العلي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك أستاذ همدان. مرحبا، أهلا وسهلا أخي العزيز، حياكم الله. إذن أستاذ همدان، هل لا زال يمكن للمؤتمر أن يصحح خطيئته الكبيرة في التعاون مع الحوثيين؟ الأستاذ نبيل هنا يعتبره جزء أساسي في ما حصل بالنسبة لليمنيين، أم أن الظروف التي تحدث الآن أو التراشقات التي تحدث الآن ليست سوى مرحلة تكتيكية بالنسبة لحليفي الانقلاب بداخل يعني مع بعضهما؟ شخصيا أنا لا أعتقد أنها مرحلة تكتيكية، وإن كان هناك مثلا تنسيق أو تنسيق وتبادل أدوار بين القيادات الحوثية وعلي عبد الله صالح، لكن لا أعتقد أن الجماهير الكبيرة المؤتمرية في الداخل التي تؤيد الجمهورية في مضمونها وفي جوهرها بغض النظر عن المواقف التاريخية، لكنها أساساً يعني ما زالت متمسكة بجمهوريتها. لا أعتقد أن هذه الجماهير الكبيرة ستشارك في مثل هذه التمثيلية، يعني ليس منطقي مثل هذا الطرح. يعني أنا أعتقد أن الجماهير المؤتمرية في النهاية هي جزء ومكون أساسي من مكونات البلد، والتعامل معهم على أنهم مجموعة من الإماميين، مجموعة من الخونة، مجموعة من
من المجرمين احيانا مجموعه من البلاطجه، هذا امر غير لائق. وانا يعني استغرب اللغه التي يستخدمها الزميل نبيل البكيري، استحمار، استغباء، هذه مصطلحات لا تليق بنا ان نتعامل بها في مثل هذه. استاذ حمدان، انا يعني الاحظ منك انك تفرق ما بين الجماهير وما بين القيادات، قيادات المؤتمر، لكن هل لدى هذه الجماهير يعني ما الذي يمكن، إذا ما يعني اتفقنا جدلا على كلامك، ما الذي يمكن لجبهة الشرعية أن تفعله لاستمالة جبهة هذه الجماهير بأكملها التي تتحدث عنها للخروج عن قيادات المؤتمرية والحوثية التي قامت بهذا الانقلاب الذي يعاني منه اليمنيون؟ أنا لو كنت سياسيا لن أدخر جهدا في الحرص أو العمل على يعني استمالة جماهير المؤتمر الشعبي العام لصالحي. هؤلاء يجب أن نتعامل معهم كضحايا وليس مجرمين وليسوا خونة وليسوا بلاطجة. هؤلاء يمنيون مثلنا، ضحايا للجهل، ضحايا للفقر، ضحايا للإعلام. وأنت تعرف وأنا أعرف أن الإعلام أداة من أدوات قهر الشعوب، وبالتالي يجب علينا يعني المسؤولية في القيام بواجبنا، يعني سحب هؤلاء من المستنقع الذين وقعوا فيه من خلال إرسال رسائل التطمين، من خلال التواصلات، من خلال القيام بواجبنا بما لا يعني بما يضمن التمسك بمبادئنا وبثورتنا وبمطالبنا في التغيير. يعني هذا ليس جرما، أنا أعتقد أنه من واجبنا القيام يعني الأخذ بأيدي الناس في الداخل والوقوف إلى جانبهم في حال كان هناك يعني تحركات ميدانية لمواجهة الحوثيين. أنا أعتقد أن المواجهة أو الخلاف حقيقي في الميدان، وإن كان هناك تصويت من قبل يعني الخائن علي عبد الله صالح والذي خان الجمهورية وباع البلاد وسلمها، ولكن كلما أنا يعني أنا ثقة على ثقة أن الجماهير في الميدان لا تقبل جماعة الحوثي ومتمسكة بمبادئ الجمهورية وبقيمها. يا رجل، نحن كسياسيين أنا أعتقد أنه يعني الأحزاب السياسية بمختلف يعني أشكالها، سواء اليسار أو الإصلاح أو المكونات الأخرى، يجب أن تحرص على أن يعني أن يكون هناك تقارب مع حزب المؤتمر الشعبي العام ويعني وقياداته التي لم تتورط على الأقل يعني بشكل مباشر في بيع المتفضل. في هذه النقطة تحديدا دعني أنقل هذه يعني ما تفضلت به للأستاذ نبيل. الأستاذ هم يعني يتحدث الأستاذ همدان عن تفريق ما بين جماهير والقيادات، وقيادات حتى متورطة بالانقلاب بشكل أكبر. في كل ذلك، كيف يمكن بالنسبة للشرعية، وهي التي لا يبدو أنها تلعب جيدا على مستوى الأوراق الدولية وبقية الأماكن المحررة، أن تحدث اختراقا بداخل المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء الانقلابيين؟ أنا أقول وجهة نظري الشخصية التي أؤمن بها. أنا في حالة نشوب أي مواجهة بين جماعة المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي، أنا شخصيا كنبيل البكيري كسياسي يمني في هذه المرحلة سأنضم إلى جماعة المؤتمر في الدفاع عن الجمهورية. هذه من الثوابت التي لا يمكن أحد أن يفرط بها، لكن شريطة أن لا يكون علي عبد الله صالح هو زعيم هذه المعركة، لأن علي عبد الله صالح هو الخائن الأكبر للجمهورية. لكن هناك أحرار لا شك في المؤتمر، والأحرار في المؤتمر الشعبي العام أنا باعتقادي لم ينتظروا طوال 3 سنوات أو 2.5 سنين من سير المعركة ليتبينوا من سيكون المنتصر. الأحرار انضموا إلى صف الشرعية وانضموا وأدانوا الانقلاب وانضموا بكل إمكانياتهم وقدراتهم إلى صف الشرعية. لم يتبقى إلا الذين لديهم مصالح خاصة ومصالح ضيقة في إطار مؤسسات الدولة التي كان يسيطر عليها المؤتمر الشعبي العام، وظلوا نكسوا رؤوسهم وسلموا كل إمكانياتهم وقدراتهم ومؤسساتهم لجماعة الحوثي وجماعة الانقلاب، وخضعوا لأتفه مشرف موجود في هذه الوزارة أو في هذه المؤسسة أن يديره ويدير هذه المؤسسة. يعني لا نزايد كثيرا على أنه لا زال هناك جهلة ولا يعرفون ولا يفقهون. اليوم نحن في عصر
الموبايل، كل واحد يمتلك موبايل لديه العالم كله، قرية واحدة يستطيع أن يتواصل مع العالم ويفهم الذي يدور هنا أو هناك. يعني نحن لا نتحدث قبل 50 أو 60 عام حينما كان المذياع هو الذي يحدد الرأي العام ويوجهه يسارا ويمينا. اليوم أصبح لا يوجد عذرا بالجهل، اليوم العالم كله قرية واحدة وكل إنسان لديه القدرة الكاملة على تبيين الصواب من الخطأ في هذه المرحلة. أما اليوم التحقق أنه هناك جاهل وأن هناك مؤتمر، المؤتمر الشعبي العام جماهيره الحقيقية هي الجماهير التي رفضت الانقلاب، وقادات الحقيقيين هم الذين رفضوا الانقلاب في 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 اللحظة الحاسمة واللحظة الحرجة. أما الذين تبقوا فهم راضين وهم طيب. الجمهورية لديهم واليمن لديهم هي شخص علي عبد الله صالح، وبالتالي سيموتون ويحيون على هذه على هذا المنوال. طيب دعني هذه النقطة تحديدا، إذا هناك جماهير مؤتمرية، لكن الإشكالية الآن بداخل اليمن أن هذه الجماهير يعني يقودها علي عبد الله صالح بهذا الشكل الذي نراه، بهذه الخطابات التي تراها أيضا سيد همدان، كيف يمكن حل هذه الإشكالية إذا؟ أولا أنا لست مع أن يكون شرط الحرية أن يسافر الشخص إلى الرياض أو إلى تركيا أو إلى مصر أو إلى الأردن أو إلى مأرب أو إلى عدن. هناك أحرار في صنعاء، هناك أحرار في إب، هناك أحرار في ريمة، هناك أحرار في تعز، هناك أحرار يعني. بالتالي أن يكون شرط الحرية هو خروج من هذه المناطق هذا أمر غير منطقي. الحديث عن الشرعية والانقلاب وليس عن المنطقة التي يتواجد فيها الشخص. نعم بالضبط. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى التمسك بالجمهور مهما كانت التحديات. علي عبد الله صالح في النهاية شخصه سينتهي، ويجب الحرص على جمهوره. عندما نستعدي جمهور عريض كالذي يخرج الآن في يخرج في 70 خلال الفترات الماضية أو سيخرج الآن، فهذا يعني أننا فشلنا في الترويج لمشروعنا. لا يجب أن نستعدي أو نستمر في خصومتنا مع هذا الجمهور، يجب أن نحرص عليه مهما كانت التحديات. أما عملية التصنيف فهي ليست لصالحنا، نحن سنفشل في عملية التغيير إذا لم نستوعب الناس جميعا. ثورة التغيير يجب أن تكون للحزب بمفرده أو تكون لصالح شلة معينة أو لصالح أشخاص معينين. ثورة التغيير لن تكون ناجحة إلا في حال أننا استطعنا إقناع أكثر أو يعني أكبر قدر ممكن من الناس. أما بهذه الطريقة التي نستعدي فيها الآخرين فهذا أمر غير يعني غير مقبول. أخي العزيز علي عبد الله صالح يعني خان الجمهورية ويعني وارتكب جرم كبير جدا، لكن يجب أن نتعامل بشكل من الموضوعية. كل المكونات السياسية منذ الحروب الست منذ 2004 مرورا يعني ب 2011 وما بعدها حتى 2014 و21 سبتمبر 2014 والمكونات السياسية والشخصيات الوطنية مارست الأخطاء التي مهدت الأرضية السياسية والاجتماعية وحتى العسكرية والنفسية لدخول الحوثيين. يا رجل يعني اليسار يعني نظم يعني الجميع شارك في عملية بيع البلاد للحوثيين وخيانة الجمهورية وبنسب متفاوتة. كان النسبة الأكبر لعلي عبد الله صالح لأنه تعامل بلؤم في هذا الأمر وسلم البلاد للحوثيين، لكن وبالتالي عندما يعني نؤمن بأن الجميع اشترك بنسب متفاوتة وإن كان الكل يحسن كانت نواياهم طيبة في 2011 كنا كانت نوايا طيبة في ما بعدها في مؤتمر الحوار كانت نوايانا طيبة، لكن في النهاية خدمنا الحوثيين وخدمنا الإمارة وسلمناها لهم. وبالتالي ما دمنا نشترك في يعني عملية تسليم البلاد للإمامة علينا أن نشترك جميعا ونقبل ببعضنا البعض لاستعادتها بأي ثمن مهما كانت التضحيات. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نضحي لأن نبحث عن حلول جريئة لأننا في ورطة تاريخية كبيرة. والحلول إذن شكرا لك أستاذ همدان العلي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بسؤال أخير أستاذ نبيل، المشهد كيف سيجري على يعني من ناحية الجبهة الداخلية للإنقلاب، ما الذي سنراه في الأيام القادمة؟ أنا باعتقادي لن يحدث شيء. باعتقادي أيضا أنه النوايا الحقيقية إذا كان هناك نوايا حقيقية لمواجهة فيما يتعلق بمواجهة المشروع الإمامي في صنعاء، أنا باعتقادي أنه صنعاء ميدان للجميع و بقدرة أي طرف ممكن أن يحسم هذه المعركة إذا كان فعلا يدرك أنه يقاتل في صفوف في الطرف
الصحيح من التاريخ هو طرف الجمهورية وسعادة الدولة ومؤسساتها. أنا باعتقادي هذه الأمنية وهذه الرغبة وهذا الحلم كل اليمنيين يقفون في هذا الطرف. أنا باعتقادي قد يغفر اليمنيون لبعض الذين خانوا هذه الجمهورية، لكن حينما يرون أنهم في ميدان المعركة جنبا إلى جنب لتطهير اليمن من هذه الخرافة الإمامية التي ظلت عائق وإعاقة في تاريخ اليمنيين على امتداد أكثر من 1000 عام. أنا باعتقادي اليوم من أراد أن يستعيد اليمن فليبدأ باستعادة بقتال هذه الميليشيات الطائفية، هذه التي دمرت اليمن والتي أحالتنا إلى هذا الشتات وإلى هذا الخراب. لكن في حقيقة الأمر التعويل على من خان الجمهورية وخان وسلمها في لحظة من الحقد والطيش، أنا باعتقادي الركون على مثل هذا الطرح لن يؤدي بنا إلى الخروج من هذا المأزق، وإنما سيذهب بنا إلى أحلام تفتت ما لدينا من نسيج وطني وجمهوري بالذهاب وتعويل على من أخانوا الجمهورية وأخانوا هذه اللحظة التاريخية المهمة في تاريخ اليمن. أشكرك الكاتب والباحث السياسي أستاذ نبيل البكيري، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقم العمل، إلى اللقاء.